أبقوا عدد الجنس البشري أقل من 500 مليون في توازن دائم مع الطبيعة. وجهوا التناسل بحكمة مع تحسين اللياقة والتنوع. وحدوا الجنس البشري بلغة جديدة حيوية. تحكموا بالعاطفة، بالعقيدة، بالتقاليد وبجميع الأشياء بمنطق معتدل. دعوا جميع الدول تحكم داخلياً مع تصفية المنازعات الخارجية في محكمة العالم. أجلوا الحقيقة، الجمال، الحب في التماس الانسجام مع اللانهاية. افسحوا مكاناً للطبيعة، افسحوا مكاناً للطبيعة، افسحوا مكاناً للطبيعة. العلي تاقغب اللي شافته ما عندها عقل، والعقل اللي تاقغب اللي دركو ما فرحو بصيرا. لهو يتخاطف على المال والجاه، ما دق حلوة الدنيا غير اللي تايه بين الناس قطاس ما مولانا وفراشو بصيرا. يا الغارق يا الغارق في جوف البدا الخنزة تواق در ما بقى عند العس القيمة. يقف في الشمال الشرقي من ولاية جورجيا الأمريكية نصب حجري غامض من الجرانيت يصفه البعض بستونهونج الأمريكي نسبة إلى أحجار ستونهونج القديمة في بريطانيا، ويرجع الغموض إلى الجهل بهوية من بناه وإلى سبب بنائه ومدى صلة فحوى الرسائل المتعددة والمختلفة اللغات المحفورة عليه من طرف طوائف أو منظمات سرية تعمل لإقامة نظام عالمي جديد. وربما يكون نصب جورجيا أكثر الصروح غموضا في العالم، فهو عبارة عن ألواح ضخمة من الجرانيت منقوش عليه توجيهات تهدف إلى إعادة بناء الحضارة بعد نهاية العالم كما نعرفه الآن. وما زالت هوية من أمر ببناء النصب مجهولة، وكل ما يعرف عنه أن له اسما حركيا أو مستعار وهو كريستيان. وبدأت القصة في مساء يوم الجمعة في شهر يونيو من عام 1979، عندما ظهر شخص بمظهر أنيق محترم وأشيب الشعر في ألبرت كونتري، ثم دخل مكاتب شركة ألبرتون لأعمال الجرانيت وقدم نفسه على أنه روبرت سي كريستيان، فادعى أنه يمثل جماعة صغيرة من الأمريكيين المخلصين يخططون لبناء نصب ضخم معقد وغير اعتيادي. وقد اختار كريستيان شركة ألبرتون لأنه يعلم جيدا مكانة هذه البلدة في صناعة الجرانيت، إذ توصف بأنها عاصمة الجرانيت في العالم، كما يعلم أن الشركة تنتج أفخم أنواع الحجارة على وجه الأرض. فأومأ جو فيندلي رئيس شركة ألبرتون بموافقته على هذا المشروع، بينما كان منشغلا بإتمام جدول صرف الرواتب الأسبوعي للعمال. وأثناء ذلك كان كريستيان يصف البناء الذي يتصوره في عقله إلى فيندلي. ومما استوقف فيندلي عن متابعة عمله المنشغل به هو أن الرجل كان يطلب اقتطاع أضخم حجارة من أي حجارة جرى اقتطاعها بالبلاد، كما طلب أن تقطع وتسقل وتوضع بحيث تكون نوعا من أداة فلكية ضخمة. وعندما سأل فيندلي ما هي الغاية من ذلك في العالم، شرح كريستيان بأنه بناء تصوره في عقله منذ زمن ليكون بوصلة للعالم وتقويم ساعة، وأوضح أنه يحتاج إلى نقوشات تتضمن مجموعة من التوجيهات مكتوبة بثمان لغات اختيرت من بين اللغات الرئيسية في العالم. كما طلب أن يتحمل البناء أشد الأحداث الكارثية لكي تتمكن بقايا البشرية من استخدام هذه التوجيهات لإعادة تأسيس حضارة أفضل من هذه الحضارة التي على وشك أن تدمر نفسها. يتكون النصب من خمس أعمدة من ألواح ضخمة من حجر الجرانيت ومسقوفة بلوح حجري سادس يزن 20 طنا. في الوسط يتموضع لوح مركزي مربع الشكل ويحيط به من 4 جهات ألواح مستطيلة موزعة بشكل حرف X ولكنها غير متصلة. يزن السقف 11.3 طنا وهو عبارة عن لوح حجري مستطيل ومحفور على كل من أوجهه الأربعة رسالة بلغات مختلفة قديمة وميتة، وهي البابلية والإغريقية واليونانية والسانسكريتية والهيروغليفية المصرية. أما الأحجار الأربعة التي ترفع السقف
فمنقوش على أوجهها الأمامية والخلفية الثمانية رسالة مترجمة بلغات حية مرتبة باتجاه عقارب الساعة، من جهة الشمال الإنجليزية، الإسبانية، السواحلية، الهندية، العبرية، العربية، الصينية، ثم الروسية، ويتواجد ثقوب في الحجر تدل على حركة النجوم والشمس، ومنها ثقب في قلب الحجر المربع المركزي يمكن من خلاله رؤية نجم القطب، النجم الذي يشير إلى الشمال في أي وقت، وكان هذا من بين المتطلبات التي حددها كريستيان في بناء النصب الحجري، وهذا يعكس هوسه بمواقع النجوم والشمس والقمر. فغالبا ما كان أتباع الطوائف الدينية عبر التاريخ يعبدون مواقع وحركة الأجرام السماوية كجزء من طقوسهم الدينية. وعلى مقربة من النصب يوجد بلاطة حجرية على الأرض نقش عليها معلومات عن النصب ومواصفاته وأبعاده وأوزانه ونوع حجارته ودلالات ثقوبه. وكان تاريخ الانتهاء من بناء النصب في 22 من مارس عام 1980، كما يوجد مربع مرسوم يشير إلى حجر السقف المربع المركزي وأسماء اللغات القديمة، ومحاط من أضلاعه الأربعة بأسماء اللغات القديمة وهي البابلية والمسمارية، الهيروغليفية، المصرية، السنسكريتية، الإغريقية، وفي مركز المربع هذه العبارة: لتكن حجارة هذا النصب السبيل إلى عصر الرشد. كما يوجد عليها مواصفات حجارة النصب، أبعاد، أوزان، مواد والثقب، وشرح للثقوب في الحجارة التي تتطابق مع حركات الشمس والنجوم. تتضمن الرسالة لائحة من 10 توجيهات أو مبادئ، وهي بحسب ما نقشت على اللوح المخصص للغة العربية كالآتي: أبقوا عدد الجنس البشري أقل من 500 مليون في توازن دائم مع الطبيعة، وجهوا التناسل بحكمة مع تحسين اللياقة والتنوع، وحدوا الجنس البشري بلغة جديدة حيوية، تحكموا بالعاطفة، بالعقيدة، بالتقاليد وبجميع الأشياء بمنطق معتدل، احموا الناس والدول بواسطة قوانين عادلة ومحاكم منصفة، دعوا جميع الدول تحكم داخليا مع تصفية المنازعات الخارجية في محكمة العالم، تجنبوا القوانين التافهة والموظفين عديمي الفائدة، واعدلوا بين الحقوق الشخصية والواجبات الاجتماعية، أجلوا الحقيقة، الجمال، الحب في التماس الانسجام مع اللانهاية، ندعو لانعدام السرطان على الأرض، افسحوا مكانا للطبيعة، افسحوا مكانا للطبيعة، افسحوا مكانا للطبيعة. يبدو لدارس بعض التوجيهات المذكورة في الرسالة المنقوشة أنها تعكس إيديولوجية أو فكر العصر الجديد، بينما كان بعضها الآخر غامضا فيما يخص مسألة تحسين النسل وجودة الحياة وما يخص بترشيد التكاثر، وتوجيهات أخرى تصف معايير نجدها عادة في التصوف الهيبي، وهي أربعة مفاهيم: الحقيقة، الجمال، الحب، التماس الانسجام مع اللانهاية. ومما يلفت النظر أن أول بند مذكور في الرسالة يأمر بالإبقاء على سكان الجنس البشري عند حدود 500 مليون نسمة، وذلك من أجل تحقيق رفاهية وجودة حياة ترضي الإنسان على الأرض، رغم أن عدد سكان الأرض وصل في عام 1980 إلى 4.5 مليار نسمة، وهو العام الذي انتهى العمل ببناء هذا النصب. ونلاحظ من التوجيهات ومن قصة البناء بناء صرح يتحمل الكوارث وتراه أجيال قادمة بعد الكارثة، دعوة إلى إقامة عالم جديد مختلف عن العالم الحالي الذي سينتهي بدمار كبير، وفق رؤية تنبؤية للجماعة التي كانت وراء بناء النصب. وتبدو هذه الدعوة واضحة في عبارة النقش المكتوبة على البلاطة: لتكن حجارة هذا النصب السبيل إلى عصر الرشد. كما يبدو في التوجيهات دعوة راديكالية للثورة على كل معتقد وتقليد لا يلائم البشر، وفيها نية واضحة للتخلص من الأديان.
ومما يجدر بالذكر أن توماس باين وهو كاتب وشاعر وسياسي وثوري إنجليزي أمريكي وكان له دور بارز في بداية الثورة الأمريكية قد استخدم نفس العبارة عصر الرشد كعنوان لكتابه، كما كتب مقالا عن جذور الماسونية مع أنه لا يتوفر دليل واحد على أنه كان ماسونيا، وكان يقول في الأديان عقلي هو كنيستي، فكافة المعابد والكنائس سواء كانت يهودية مسيحية أو تركية تبدو لي من اختراع الإنسان وأقيمت لترويع واستعباد البشرية وللاستئثار بالسلطة واحتكار المنفعة. ويمكن تلخيص غايات النصب في التالي: تخفيض عدد سكان العالم بشكل كبير والترويج لمواضيع بيئية وإنشاء حكومة عالمية والترويج لنظام ديني جديد. ويرى البعض وخصوصا أولئك الذين يؤمنون بمعركة الصراع الأخير مع المسيح الدجال، معركة هرمجدون، الذين يخشون تدمير العقائد الدينية، أن الجماعة التي كانت وراء بناء هذا النصب هي إحدى جماعات مشابهة وعديدة تعمل معا لإقامة نظام عالمي جديد، وترى فيه نظام اقتصادي جديد ونظام روحي جديد، ويرون أن خلف تلك المخططات قوى روحية وظلامية، وأنه من دون فهم واضح لطبيعة هذه القوى يستحيل فهم أحداث العالم التي لم يكشف عنها. ومؤخرا جرى تشويه حجارة هذا النصب بكتابات معارضين، ومن بين هذه العبارات: الموت للنظام العالمي الجديد، يريدون أن يتخلصوا من 80% من الأمريكيين، فهم يعتبرون رسالة هذا النصب بمثابة الوصايا العشر للمسيح الدجال وترويج للنظام العالمي الجديد الذي يزعمون أنه مستند إلى أفكار العظميين والمستنيرين. بكانهم نيوزدني مكتاب العبد عداف الطار يوم القيامة باني خلاصهن العباد من الشقار، يا كنهز عيني في السماء